Emilio. هذا الكرنفال مثل ما شايفوا هلا بتشوف حلو كتير كتير واخد الطابع السياحي مثل ما بقول لك على مستوى البلد كله. لبنان ما في منه مثل هالكرنفال ومن جيل لجيل عم يضل هالكرنفال مستمر حبيب قلبي. والكرنفال اسمه زامبو زامبو. زامبو هي عادة قديمة كل سنة قبل الصيام بتصير. بنمشي شيء تقريبا كل المينا اللي بيحبوا يلبسوا بيدهنوا حالهم من دل ماشيين بيضلوا بيقولوا زامبو زامبو بوي بوي وبيرقصوا ومو غير جو. كل المينا كل العالم مسموح تشارك فيه ما في حدا محدد. واللي في اللي بده ما يلبس فيه يجي وبيحضر بيمشي تقريبا بكل المينا. هذا المرجان عادي بيعملوه كل قبل الصوم. عدل لما قبل الصوم بيعملوه ما شو يعني اصلا اني هدي انه الشخص الانسان بكون فيه خطيه يعني بيقولوا بعدين بيروحوا بيغسلوا حالهم بالبحر او بالماء تحت يعملوا الخطيه يفوتوا على الصوم. Yes. Are you French?